سارة بتسأل على الحواجب او التاتو الحواجب وهي متزوجة. الحواجب المؤقتة، لأنها بتقول ده ست تاتو شهور تقريبا، والتاتو ده بيزول، اللي هو الحديث ده بيزول كمان 6 شهور ولا كذا، بأدام بإذن الزوج حلال. أدام بإذن الزوج حلال. بارك الله فيكم. ولذلك أنا سألتها متزوجة أنت؟ قالت نعم. يبقى حلال. بارك الله فيكم مولانا.